الآن إلى ملف آخر يتعلق بما بحثه أو يعني ما وافق عليه مجلس النواب، حيث وافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في يعني مشروعات البنية التحتية أو البنية الأساسية والخدمات والمرافق الأساسية والعامة في الدولة بعد حسم المادة 17 التي كانت محل خلاف بين النواب والحكومة. وسبق وأرجأها المجلس خلال المناقشة الأولى للقانون وفي جلسة أمس بناء على طلب عدد من النواب. وكان النائب أيمن أبو العلا قد سجل اعتراضه على طلب الحكومة إعادة المداولة حول المادة من دون العودة إلى اللجان البرلمانية المختصة. وأضاف النائب أنه من الضروري الإشارة إلى صندوق مصر السيادي في مادة الإصدار بقانون مشاركة القطاع الخاص حتى يمكن إشراك الصندوق في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة بما تتضمنه من أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة. لمناقشة هذا الموضوع نرحب عبر خدمة زوم بضيفنا الذي انضم إلينا الأستاذ محمد سالم الباحث في السياسات العامة. أستاذ محمد أرحب بك. يعني هناك طبعا كثير من التفاصيل يعني الموجودة داخل هذا القانون، لكن هناك من حيث المبدأ نقاش محتدم حول هذا القانون، بينما أن يؤيد هذه الفكرة أو هذا التوجه بإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وغيره، ويعتقد أنه ده ربما يساهم في تحسين الخدمة، وخصوصا أن الأسعار المقدمة حاليا قريبا أو قريبة من الأسعار العالمية، فبالتالي لا يتبقى إلا تحسين الخدمة وده ربما يوفره القطاع الخاص. في المقابل هناك من يرفض الموضوع بالكلية، وأعتقد أن هذا الأمر جرب سابقا في ملفات عديدة وأثبت أو ثبت فشل القطاع الخاص عندما يدخل في مشروعات مثل هذه أو يعني في الخصخصة، مشروع الخصخصة يعني إنجاز التعبير أو إنجاز يعني المقاربة. كيف ترى هذا الأمر؟ الحقيقة هو الحالي الخط اللي تم إقراره اليوم بالشراكة أو المشاركة بين القطاعين العام والخاص هو تعديل لقانون كان موجود بالفعل سابقا اللي هو في سنة 2010، وكان جرت في مصر بعض الممارسات السابقة على قانون 2010 في إطار الاتجاه لإنشاء شراكات ما بين القطاعين العام والخاص. احنا عندنا بعض المشاكل في الهيكل الاقتصادي المصري، أهمها نسب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل عام. هل الحكومة هي المشارك الأكبر في الاقتصاد أم القطاع الخاص؟ الحقيقة إن احنا كدولة يعني رغم التحولات الاقتصادية الاقتصادية اللي بدأت من السبعينات، لكن لا تزال الحكومة هي لديها الإسهام الأكبر في معظم المجالات النشاط الاقتصادي بأنواعه المختلفة، تحديدا مثلا مجال الصناعة وغيره، طبعا البنية التحتية. فكرة نظام الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام بأنواعه المختلفة قايمة على فكرة بسيطة، إنه الدولة بتحتاج تعمل مرافق كتير، بتحتاج تعمل بنية تحتية كتير، ودي مشاريع بطبيعتها معظمها مشاريع لا تكون هادفة للربح بقدر ما بتكون جزء من رأس المال الاجتماعي أو الخدمات اللي الدولة بتقدمها للمواطنين. مشكلتها أنها بتحتاج ميزانية كبيرة جدا وضخمة جدا لتمويل المشاريع دي، بالذات لو الحكومة مقررة أو الدولة مقررة أنها تحط في خطتها حزمة كبيرة من المشروعات دي في أكتر من مجال. احنا عندنا في اطار يعني في الرؤيه بتاعه مصر 2030 ونسخها المتوسطه المدى من 2014 لحد النهارده، في وفي اللي قرا كمان تقرير التنميه البشريه الاخير هيلاقي ان مصر متبنيه فكره او مبدا من ضمن مبادئ التنمية أو نظريات أو استراتيجيات التنمية، ومبدأ اسمه الدفعة القوية، بمعنى أنه الدولة علشان تعمل حالة من التنمية لازم تعمل دفعة كبيرة جدا من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية. ميزتها أنها المشاريع دي في
مشاريع مكتملة، وبالتالي هي بتستوعب أعداد عمالة كبيرة جدا، بتضخ نشاط اقتصادي جيد، بتوفر دخل للمواطنين دول بالذات لو خارجة من أزمات زي مثلا الأزمة الليبية اللي كانت مستوعبة عمالة، والتغيرات اللي حصلت ما بعد الثورات ما هو موضوع الربيع العمالة ده العربي. هو من بعض من أهم الأسباب أو من أهم يعني المحاور اللي بتثير القلق، فكرة إنه في كتير جدا من الخدمات ومن المشروعات اللي بتقدمها الدولة بتكون محملة بأعداد كبيرة من العمالة الزائدة فوق الطاقة الاستيعابية أو فوق ما يتطلبه العمل، لكن عندما يأتي مستثمر أو عندما يأتي القطاع الخاص هو لن يبقي على هذا الوضع بالتأكيد. الحقيقه هو فكره العماله الزايده هي مشكله بطبيعتها، يعني في مشاريع تتحمل انواع كبيره او اعداد كبيره من العماله اللي هي المشاريع الضخمه بطبيعه الحال، زي المشاريع بقى زي مشروع مثلا حفر قناه السويس الجديده، ده كان من ضمن المشاريع اللي كانت مستوعبه اعداد عماله كبيره جدا واعداد ضخمه من شركات المقاولات، زي مشاريع العاصمه الاداريه الجديده وغيرها من يعني نمط من المشاريع الكبرى يتحمل اعداد كبيره جدا من العمال ومن الشركات. في مشاريع تانية لا تتحمل ده. بنشوف ده في ايه؟ بنشوف ده في شركات القطاع العام اللي موجوده عندنا من سنين طويله، واللي جزء من مشاكلها على راسها طبعا هو سوء الاداره هو السبب الرئيسي لانهيار معظم الشركات وتراكم مديونيتها، وجزء طبعا من الموضوع تاني هو موضوع العماله الزياده اللي بتيجي بنمط التعيينات واللي ما بيبقاش فيه مرونه في يعني تحقيق ارباح معينه، نمط تشغيل معين، عمليه صيانه، عمليه مراقبه، وبالتالي شفنا مشاريع كتيره جدا بالدوله، شركات مملوكه للدوله اخرها الحديد والصلب، يعني بتدفع نحو التصفية أو لا ده احنا يعني لسه واحنا بيبقى بنتكلم وزير قدام قطاع الاعمال في تصريحات خاصه للقاهره 24 بيتحدث عن انه في شركه كبرى لم يسميها حتى الان سيتم تصفيتها خلال الـ الشهور ربما والاسابيع المقبله، وتحدث عن انه ربما تكون هناك شركات اخرى في الطريق. واضح انه هذا الملف يعني انطلق وهناك خطوات كثيره بتتخذ في هذا الاتجاه، لكن الى اي مدى او الى اي مدى انت شايف او ايه الاشتراطات اللي شايف انها لازم تكون موجوده علشان تحقق الأهداف منها أو الإيجابيات بتاعتها ونتلافى أو نحاول تلافي السلبيات؟ ده في الخصخصة ولا في بشكل عام فكرة إشراك القطاع الخاص من حيث المبدأ. طيب خلينا ننجز يعني لو عايزين نلخص القصه في مزايا وعيوب خلينا ننجزها سريعا. ميزه في فكره الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في المشاريع الضخمه بتاعه البنيه التحتيه انه انت بتقلل من الاقتراض المباشر، بتقلل من حجم الديون بتاعتك، ان انت بتدخل في شراكات باشكال مختلفه جدا من العقود الشراكه مع القطاع الخاص. في عقود بتبقى عقود اداره، في عقود خدمات الدوله تشيد وحد تاني هو اللي يدير، لان الدوله في الاغلب ما بتبقاش مدير جيد بطبيعه الحال في العالم كله. في اشكال تانيه من الشراكات انه القطاع الخاص هو اللي يشيد ويبني والدوله تدفع له ارباح وتدفع له وتمتلك بعد كده هي الاصل او المنشاه او المشروع. في اشكال مختلفه من المشاريع، فميزتها ان انت ما بتقترضش وفي نفس الوقت بتجر القطاع الخاص لمزيد من الشراكات والشغل، وما يبقاش الموضوع فيه قدر من الغلبه للقطاع العام على حساب القطاع الخاص اللي المفروض يكون نشاطه اكبر واستيعابه للعماله اكتر ومساهمته في الاقتصاد القومي اكبر بكتير. تمام. العيوب اللي بيراها البعض ويمكن بيتخوفوا منها، وانا ممكن اشارك البعض في التخوفات دي، نوعيه المشاريع الخاصه بالكهرباء، بالتعليم، بالصحه، ان انه المشروعات الخدميه الخدمات اللي مش مطلوب منها تكون مشروعات ربحيه يعني. بالظبط. لو هنا المستثمر الخاص هو اللي هيتولى عملية الإدارة وعملية التشغيل، انت هنا بقى بتقع في حسبة معقدة
انه مدى شروط العقد هي شروط جيده ما بينه وبين الحكومه، تخلي في ضبط للاسعار بتاعه الخدمات اللي بيقدمها، وبالتالي لا يتحمل المواطن فاتوره كبيره جدا عشان مستثمر يحقق ارباح. القانون الجديد حاول يعالج ده، والحقيقه هو مدي مرونه كبيره جدا للحكومة وللجنة المشتركة اللي هتشكل بالقانون ده ما بين المالية والتخطيط وأكثر من جهة وهي أكثر من هيئة، إنه يعمل لجنة مركزية هي مسؤولة عن مراجعة دراسات الجدوى ومراجعة العقود، وبالتالي تعمل قدر من الحوكمة للموضوع، ما تسيبوش للتعقد المباشر ما بين الهيئات وده المحلية كان مصدر الخلاف والشركات ربما في المحلية. البرلمان، لان ده المتعلق بالماده 17 اللي هي كان بعض الناس بتشوف انه في تضارب كده، او يعني عدم تداخل في الاقتصاد بين هذه اللجنه وبين صندوق مصر السيادي. لا، هو الامر هنا مختلف. هو اللي حصل عليه خلاف انه الصندوق السيادي يتم استثنائه من النمط ده من المشروعات، يعني وده ديبيت مختلف عن فكره انه يبقى في هيئه معينه هي اللي بتراجع المشاريع بشكل كامل. الفكره الرئيسيه في النوع ده من القانون المرونه اللي بيديها للحكومه في انظمه التعاقد. انا مثلا واحده من اهم القضايا الكلاسيكيه للفساد في مصر انه فكره التعاقد بالامر الأمر المباشر. المباشر. ممكن التعاقد بالامر المباشر وما يكونش فيه فساد، لانه الحقيقه لو فتحت الامر للمزايده او فتحت الامر للمناقصه ممكن يجي لي السعر للمشروع هو سعر غير جيد وانا مضطر اقبله عشان ما بقاش فيه اسناد بالامر المباشر وما تورطش في واقع الفساد. الفكره هنا انت بتعتمد بقى كحكومه او كدوله عايزه تدي قدر من المرونه خارج وفي نفس الوقت تعمل توازن ما بين افضل اسعار والمفاوضه ما بين افضل اسعار وافضل عقود وافضل شكل للتعاقد مع القطاع الخاص، وفي نفس الوقت يبقى في قدر من الرقابه والحوكمه علشان ما يحصلش عمليات فساد، سواء في الاختيار. مثلا القانون بيقول انه مش شرط لو المشروع المقترح من اكس هو المشروع الاجدى اقتصاديا انه يتم ارساء العطة عليه. طيب ليه لا؟ انا ممكن اكون هقدم المشروع على الحكومه بتكلفه اقل من غيري لكن بجوده أقل اسوأ برضو من بكتير غيري. من الاخرين. طيب بالضبط، فبالتالي هنا ايه اللي يحكم الموضوع؟ هو فكره حوكمه المتابعه والتنفيذ، وهي دي المشكله. المشكله مش في انه القانون يقول ما تعملش تعاقد بالامر المباشر، نعم ما انا ممكن يحصل عندي برضه فساد او صحيح، يمكن يحصل عندي عمليات سوء وبيحصل تجاره فساد في المناقصات نفسها، فبالتالي الموضوع لا الأمر المباشر فساد إلزامي ولا المناقصات والمزايدات شفافية إلزامية، كل حاجة مرتبطة بالطريقة اللي بيتم تنفيذها بيها. بالتأكيد سنتابع هذا الموضوع وسنعيد يعني الإضاءة عليه. بشكرك شكرا جزيلا محمد سالم الباحث في السياسات العامة، كنت معنا عبر خدمة زوم.